رفعت الرايه البيضاء في هذه اللحظات، فتحت البوابات واندفعت الانتاج عمر 4 سنوات فاكثر، مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الثالث من علامه 1800 متر. كما اشاهد الان الفغم يتقدم للمركز الاول في هذه اللحظات، ياخذ زمام المبادره مع بدايه هذا الشوط. الفغم للاحمر مع لويس موراليس، مع محاولات الان اشاهدها ايضا على ما يبدو ارناح في هذه اللحظه، وريم الخيل يتقدم في هذه اللحظات، ريم الخيل المركز الثاني. ومن الخارج الآن أشاهد رقم 10 النفور في المركز الثالث، التقدم الآن لرقم 4 يرقى إلى المركز الثاني ولا زالت الصدارة، والمركز الأول للفغم، تقدم الآن لرقم 13 ريم الخيل يتقدم، ريم الخيل يتقدم إلى المركز الثالث، المركز الثاني على ما يبدو في هذه اللحظات ليرقى في هذه اللحظة، وتقدم الآن لرقم 10 النفور إلى المركز الثاني، التقدم الآن المركز الأول لثلاث 13 ريم الخيل إلى المركز الأول، أخذ زمام المبادرة، الانطلاق بكل قوة، تراجع الفغم، النفور من الخارج يأتي، وكذلك رقم 9 في هذه اللحظات برق معلا يتقدم، وأشاهد الآن رقم 6 ديامو يتقدم في هذه اللحظات في محاولة أيضا للتقدم في هذا الشوط. مشاهدين الكرام، المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، 13 ريم الخيل والنفور، ريم الخيل والنفور، بدأت المنافسة، النفور يتقدم يخطف الصدارة في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، النفور إلى المركز الأول مع محاولات الآن للنشاص من الخارج، يأتي النشاص، النشاص يحاول، وكذلك 9 برق معلة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، النشاص، برق معلة، برق معلة يأتي النشاص إلى المركز الأول بكل قوة، برق معلة، برق معلة المركز الأول، النشاص، النشاص، برق معلة في تنافس مثير حتى النهاية، ويبدو بأن النشاص